بس تعالوا الأول نروح لقطر مع زميلنا العزيز محمود شاكر من أمام استاد البيت، استاد من ملاعب المونديال، يقول لنا أجواء ما قبل انطلاق هذه البطولة، قبل ساعات من انطلاق هذه البطولة. محمود مشرف ومنور من أمام استاد البيت. محمود مشرف ومنور، تحياتي ليك يا كريم وتحياتي لجميع مشاهدينك الكرام من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، من امام تحديدا استاد البيت الكبير اللي هيحتضن ان شاء الله باذن الله بكره مباراه الافتتاح والحفل الافتتاح اللي هيكون ان شاء الله ما بين منتخب القطري ومنتخب الاكوادور. تحفه معماريه كريم، واحد من اكبر حسابات الدوحه يتسع ل 60,000 متفرج. عاوز اقول لك يا كريم ان بعد انتهاء هذا المونديال قطر كل المدرجات اللي موجوده ال 20,000 مدرج هيتبرعوا بيهم لاحدى دول النامية علشان خاطر يساعدوهم في المنشآت الرياضية. الأجواء يا كريم هنا جميلة جدا 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 فوق ما أنت متخيل، الجو المناخ نفسه يا كريم يعني امبارح كان فيه شوية رطوبة خفيفة ولكن النهاردة درجة الحرارة قلت بشكل كبير، يعني الجو شبه كده الجو بتاع مصر مثلا في شهر 4 أو أوائل شهر 5 جو الربيع. أجواء مناسبة جدا للكورة، أجواء مناسبة جدا للمشجعين، أجواء مناسبة لكل حاجة في كأس العالم. عاوز اكلمك بقى كريم على التحضيرات عشان انا سمعتك بتتكلم على التحضيرات وقطر طبعا كاس العالم الاكثر جدلا في التاريخ، ولكن انا عاوز اقول لك ان الاجواء والشكل اللي احنا شايفينه هنا لا بيدور ان في كاس عالم قوي جدا جدا قطر هتقدمه للعالم كله بعد كم من الانتقادات الكبير اللي طلع على قطر، واخد من هنا تصريحات انفانتينو النهارده اللي كان بيدعم فيها قطر بشكل كبير جدا جدا يا كريم، بيقول ان خلاص يعني اللي حصل حصل ولازم نحترم الدول اللي بره اوروبا، وزي ما انا سمعت كريم اي حد هيعمل اي كاس عالم بره اوروبا بتبقى فيه مشكله كبيره جدا. عاوز اكلمك على الجوانب التنظيميه وعاوز اكلمك على الجوانب الجماهيريه، طبعا بدات تتوافد بشكل كبير جدا الجماهير من كل حته. احنا وصلنا من يومين كان في سهوله كبيره جدا من اول وصلنا المطار، تنزل من الطياره كريم خش على الجوازات ما خدناش اكتر من 5 دقائق بالظبط، اول ما بنطلع بره الاستاد بنلاقي المنظمين وبنلاقي المتطوعين موجودين بيدونا كده بطيب صغير او فان جايد يقول لك فين الاستادات كلها واماكنها ازاي تروح توصل ازاي لكل الاستادات دي عن طريق الباصات او عن طريق المترو. كل التنقلات سواء الباصات او سواء المترو كلها كريم فري مفيش اي مشاكل. ولقطه ثانيه جميله جدا برضو كانت موجوده هنا من دوله قطر، ان من مجرد نزولك تروح المطار تقدر تاخد شريحه سيم كارد فري يشتغل معاك لمده 3 ايام لحد ما انت تشحنه، وبقى ايه يعني حاطين لك 2022 دقيقه 2022 رساله. فطبعا كل دي جوانب جميله جدا. على الجوانب بقى العمرانيه البلد كلها يا كريم تحولت الى فان زون، كل الجماهير هنا القطريه والناس المغتربين اللي هنا حتى الجماهير اللي بدات تتوافد كلهم موجودين كل فان زون، تلاقي جماهير مصريين كتير جدا يا كريم. الواحد لما بيشوف كم المصريين اللي موجودين هنا بيحزن طبعا ان مصر مش موجوده، لان كان هيبقى في دعم جماهيري كبير جدا جدا، ولكن زي ما بقول لك يعني كل قلوبنا مع المنتخبات العربيه ان شاء الله ابتداء من غدا من منتخب قطر واكيد طيب. تونس والمغرب والسعوديه. محمود انا كنت عايز اسالك على حاجه، لما كنا في كاس العالم في روسيا والبطوله اللي قبلها كمان كانوا بيدوروا على الجاليات العربية كلها وتتجمع الجاليات العربية عشان تحضر مباراة تشجع فيها منتخب عربي، الآن احنا على أرض عربية وكل من عليها أو أغلب من عليها عرب بجنسيات مختلفة في الوطن العربي، منتخبات العربية زي قطر، السعودية، تونس، المغرب، لاحظت أنه في تجمعات لجنسيات مختلفة، جنسيات عربية مختلفة لحضور هذه المباريات؟ تجمعات كبيرة جدا يا كريم، كل العرب بيدعموا بعض بشكل كبير، الجاليات التونسية والمغربية على وجه خاص موجودين في كل حتة، كل المصريين وكل العرب تقريبا يا كريم. انت لو تشوف حالة الألفة اللي موجودة والدعم اللي موجود، طبعا انت عارف الواحد بيتمشى في الفانز وانت كنت موجود اكيد في 2018 وغير 2018، مجرد ما حد بيشوف حد لابس منتخب تونس او منتخب المغرب اي حد جنسية سواء لبناني سواء مصري بيدعم وبيقول احنا مع بعض. كان في امبارح مسيره كبيره جدا للجماهير العربيه بتدعم فيها منتخب تونس. عاوز اقول لك ان خصوصا الجماهير التوانسه المغتربين هنا في الدوحه كتير جدا، ففي طبعا التفاف كبير جدا. طبعا هنشوف ده كمان في روابط بكره مشجعين منتخب قطر من جميع الجنسيات وبيتمرنوا عليها بقى لهم شهر وشهرين كل في دعم المنتخبات العربيه، وان شاء الله يروح على كريم لاماكن بعيده ابتداء ان شاء الله غدا من بكره قطر. عاوز ارجع لك منتخب قطر بكره برضه كريم اقول لك
شفنا النهارده التصريحات بتاعت سانشيز في المؤتمر الصحفي برضه، احنا عملنا كل حاجه وجهزنا كل حاجه علشان نشرف الكره العربيه والكره القطريه بشكل خاص، وننتظر بكره الدعم اللي هيكون كبير جدا من الجماهير القطريه. عاوز اقول لك يا كريم، الاجواء فوق الجميله، كل حاجه سهله، كل حاجه متيسره. طيب محمود، محمود الجماهير او البعثة او الجالية الاكثر حضورا في هذه البطولة، يعني البطولة اللي فاتت كنت شايف ان المكسيكيين كانوا اكثر ناس حضروا للبطولة الماضية في كأس العالم، انت ملاحظ مين اكثر جالية او اكثر عدد جماهير؟ برضو المكسيكيين يا كريم في كل مكان، يعني مش الفان زونز بس، يعني تروح إشارة مثلا دوار اللي هم يعني زي حاجات اللي عندنا في مصر كده، دوار اللي هو زي الصينية، أي أماكن فيها التجمعات، سوبر ماركت، مولات مكسيكيين في كل حتة، ومشهورين بالجاب بتاعهم الكبير ده، موجودين كتير جدا. برضو من الجاليات اللي بدأت تتوافد النهارده بشكل كبير قوي الجالية الإكوادورية، وبرضو الأرجنتينيين. الأرجنتينيين يا كريم والمكسيكيين هم أكتر ناس موجودين، يليهم على طول المنتخب البرازيلي برضو. وعاوز أقول لك يا كريم، أنت أكيد عارف كل ما الدنيا تبدأ تقرب شوية لافتتاح كأس العالم، وخصوصا إن في مباراة لسه هتلعب كمان 5 و6 أيام، فالجماهير هتبدأ تزيد. ولكن المكسيكيين يا كريم زي بالظبط في روسيا لما كانوا الجالية بتاعتهم كبيرة جدا، برضو نفس الكلام الجماهير المكسيكية في كل حتة هنا في الدوحة. فنتمنى إن شاء الله إن شاء الله نشوف كأس عالم جميل إن شاء الله. زميلنا العزيز محمود شاكر مراسلنا في قطر أثناء كأس العالم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومن بكرة عندك مباريات كبيرة محمود، وشغل عظيم جدا، وقعدتك مميز، أنا بشكرك شكرا جزيلا.